المسابقين في الفرد والفرق، وذهبية زوج الرجال في أولمبياد أتينا 2004. وبدأت مباراة قوية هجومية من كلا اللاعبين. الكرة تاتش لمست الكرة خارجة ولا ايه؟ لمست فعلا بداية الشوط والمباراة. يلعب باللاعب الكوري. هي الضربات الدفاعية. مرة ثالثة لكشو. خليش تركيزك على المكان ده بس. بيلعبوا ضد الجلده الدفاعيه. برافو مالين، شوف حضراتكم كام الضربات وشوفوا المضرب جاي. طبعا الكره شويه وقلل قوه ضربه الاسبين اللي بيعملها. شوفوا حضراتكم الجو داية الهجوميه القويه من اول لمسه للسبين اهو. شفتوا حضراتكم مدتها. من الفوز ويحصل على النقطة ويقلل الفارق إلى نقطة واحدة. خدها هجوم مضاد ويحصل على النقطة علشان يستمر على الضربات الهجومية القوية. والأخلاقيات هي اللي بتحكم التصرفات على الطاولة. أو جو صيني مالين. وهنشوف المدرب الكوري كيم تاك سو أشهر لاعبي تنس الطاولة في كوريا. لا ده بيلمح التحرك فعلا، مش بيتوقع انه هيروح يمين او شمال. الاولين ولا ايه؟ هنشوف. التزحلقات اثناء الحركه تد عليه منعكسه واقوى. الهجوم القوي
استمرارية اللعب مثل هذه القوة. الشوت اللي بيعملها مالي يستمر، ولكن غلطة الدروب شوت اللي بيجبروا عليها، شوفوا حضراتكم غلطة الدروب قوته قلت في انهاء الصرف، انهاء الصرف العكس في اللاعب مالي. برافو، كل مرة بيبدأ على الباك هاند، المرة دي في وسط الطاولة، شوف حتى ارتبك اللاعب جو وردها بعد الفوز بهذه النقطة. ونقطة للشوط المباراة مرة أخرى. برافو مالين، وانا المباراة صالحه. برافو مالين، 11-8 وفوز بالمباراة والتأهل للدور قبل النهائي ليلاقي زميله وانج لي كين غدا بمشيئة الله تعالى. وكنا بصحبتكم أعزائي.